مشي الحال تصيب من جديد في توقعات رأس السنة، وصدمة ولعبة خطرة. أهلا بكل المتابعين والمشاهدين على قناة أنا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقات التوقعات. هنتكلم النهاردة عن توقع قالوا مشي الحايك عن الشيخ سعد الحريري وتحقق وشكل صدمة للبنانيين. اشتركوا في القناة وفعلوا على الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد. اطل مشي الحايك على شاشة MTV ليلة رأس السنة واختار عنوان اللوحة لهذا العام المخاض العسير، معتبرا ان لبنان يشبه المرأة المطلقة والحامل بعدد من الاستحقاقات المصرية. وفيما توقعه للشيخ سعد الحريري قال: بيستخدم سعد الحريري سياسة الصدمة ليعود كالشيخ سعد الحريري. وفعلا حصل ما توقعه مشي الحايك وصدم الجميع وخصوصا اللبنانيين. يستخدم سعد الحريري سياسة الصدمة فيرجع يكون هو يعني الشيخ سعد الحريري. تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. كل هذه الصفات جعلت لانسحاب سعد الحريري من الحياة السياسية وقع الصدمة. وتصدر موقف الرئيس سعد الحريري بإعلان تعليق عمله السياسي وانسحابه من المشهد الانتخابي برمته واجهة المشهد الداخلي نظرا لتداعيات السلبية لهذا القرار على الساحتين السلمية والوطنية. ثانيا، عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار. موقفه صدمة. صدمة للوضع الوطني في البلد. هناك صدمة واضحة في لبنان. وسط أجواء من الحزن والخيبة والصدمة والإحباط سادت أرجاء بيت الوسط، أعلن الرئيس الحريري في مؤتمر صحفي مقتضب تعليق عمله في الحياة السياسية داعيا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. ردة الفعل الأولى كانت الصدمة بكل تأكيد، والتي جاءت على خصومه السياسيين كما جاءت على حلفائه وأنصاره، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار لاقتناعه بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعارة طائفية واهتراء الدولة. صدمة كبيرة تلقى المناصرون وأيضا جمهور تيار المستقبل سعد الحريري. صدمة، هل هذه الصدمة قد تكون إيجابية في مكان ما؟ هلا بطبيعة الحال هاي الصدمة قلبت عادة خلط كل الأوراق. وفي توقع آخر قال مشي الحايك متحدثا عن سعد الحريري: بيقع سعد الحريري من دوامته وبيلعب لعبة كتير خطرة. بيقع سعد الحريري من دوامته وبيلعب لعبة كتير خطرة. وطبعا قرار الشيخ سعد لخبط كل الحسابات في لبنان. فالحريري خربط في قراره المشهد السياسي سنيا ولبنانيا. بخطاب مقتضب من بيروت ينسحب سعد الحريري هو وعائلته وتياره السياسي تيار المستقبل من الحياة السياسية. وبداية الخربطة ستتجلى في الانتخابات، والذي أحدث خضة كبيرة بشكل أساسي لدى الطائفة السنية. فهو أعلن أن عدم ترشحه للانتخابات النيابية لا يتعلق به شخصيا فقط. الخضة الأكبر هي في الشارع السني الذي وجد نفسه بلا زعامة، بل أنه لن يكون هناك ترشح لا من التيار الأزرق ولا باسم التيار. فبالرغم من كل الحديث عن التراجع في شعبية الحريري، كان لا يزال الزعيم الأكبر سنيا. أي أن الحريري جرى إلى ملعبه تيار المستقبل وثلثي الطائفة السنية. وقد تؤدي خطوة الحريري إلى مقاطعة سنية واسعة النطاق للانتخابات إذا تمت. وهل القوى السيادية في الطائفة السنية قادرة أن تشكل البديل عن الحريري والمستقبل، أم أن حزب الله وحلفائه سيتمددون أكثر سنيا بعدما أزاح الحريري نفسه من طريقهم؟ لبنانيا الأمر أخطر. هذه الخطوة التي اتخذها سعد الحريري
تزيد التوترات لدرجة أنه سيكون من الصعب إجراء انتخابات في ظل هذه الظروف. وبكده اتحقق توقعين لمشيل حايك عن الشيخ سعاد الحريري. تعالوا دلوقتي نتابع أبرز توقعات مشيل حايك على الصعيد اللبناني لعام 2022. قال مشيل حايك بأسلوب قاسي وصادم يشبه العقوبة: ستفرض الإقامة الجبرية على عدد من الوجوه والشخصيات. يصارع نادر الحريري الارتدادات التي ستتجمع وفق أيامه. حصانة ميرنا الشولحي برسم اهتزاز صغير. كوميندوس قضائي والعملية لن تتوقف عند عقلية التهديد. أردد على مسمع مروان حمادة مطلع أغنية للراحل وديع الصافي لوين يا مروان. سيناريو الدرونز التي توجهت إلى بيت القازمي سيقرر في لبنان بمشاهد مختلفة. سنقرأ أكثر من ورقة رسمية وإعلان حداد لأيام. مع كل أدواره ونجاحاته يتلقى إبراهيم كنعان إشارات مقلقة. كادر الصورة سيكون صغيرا على المشهد الشمعوني بكل أحداثه. رئيس شمعون من معركة إلى معركة. آثار أرثوذكسي كنسي وشعبي والنتائج دقيقة وحساسة. الخطر يلاحق وجوه إعلامية ومقدمي برامج من مكان إلى مكان حتى داخل الاستديوهات. موجة استنكار في خلدة أعنف من كل ما هو سابق. قرار شجاع ولن مكلف يأخذه طلال أرسلان. المجتمع المدني لن يسمح له بالاجتماع، ومع ذلك سيخرق على أكثر من جبهة وسيسجل نقاط كبيرة. أعمال مشبوهة بتخض المناخ الزحلاوي. ما لم يحصل سنشهده في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية. الموازنة ببنود مصرية مفصلية وتاريخية بتخض الرأي العام. أسمع نداء استغاثة من داخل المجلس الدستوري وأراه مخروبا. البهائيون كلمة ستكبر وتتوسع وتنتشر. أجواء غير صافية في مستشفى الرسول الأعظم وأخرى في جامع الرسول الأعظم. مسرح المدينة يفجر قضية واسم نضال الأشقر في الواجهة. اسم وليد البخاري وتغريداته وكتاباته تدج في لبنان وتذهب أبعد من لبنان. المحطة في نهر الكلب دولة وعسكر وإعلام وناس. هذه الموة فيلم طويل لبناني وليس أمريكاني بطل زياد رحباني. طبخة حارة تغلي على نار قوية ومكونها رئيس فؤاد السنيورة. الجمال في لبنان لم ينتهي مع جورجينا رزق والانتظارات كثيرة. كارثة تحل بعائلة درزية من الأوساط المعروفة والبارزة. بيدخل أسعد حردان دوامة منسوب الخطر وردات الفعل فيها عالي. الوزير فراس أبيض سيبقى أبيض رغم الوحول التي ستحاول إغراقه فيها. ديار حشاش يسبب إرباك. مجد الرومي بحلة جديدة. سنسمع بخبر انفجارين. قراران وليس قرار، شخصيتان وليست شخصية واحدة برسم التصفية. وما كتب قد كتب وتبقى تحديد يوم الوداع. وجه لبناني معروف سيحاسب خارج الأراضي على مرأة ومسمع من الإعلام. تصادم وصدمات وخضات أمنية على أرض تنورين. بين تصفية حسابات والأخذ في الصقر سنشهد على عمليات انتقامية غريبة بأسلوبها وجغرافيتها ومكوناتها. ضربات قاسية تصيب كيانات ومؤسسات ذات صلة بالرئيس نبيه بري. طريق المطار سيتصدر المشهد. عقد زواج جديد بين السعودية ولبنان ولو المهر غالي. وفاة غير طبيعية تغيب شخصية بصفة حكومية. تنشغل صيدة بحادثة تتعرض لها شخصية بارزة. مسلسل التطورات الأمنية بين سور وصيدة مستمر شكلا ومضمونا. هزة طبيعية وغير طبيعية تضرب الجبل. رسائل شفوية وغير شفوية لإيقاف المفتي الجوزو
عند حده. عمل انتقامي دموي في وجه مجموعة عناصر من فرقة مكافحة الشغب، احدى السفارات في مرصاد الفتنة. تنشغل عائلة الراحل لقمان سليم بمفاجآت تخص لقمان وغيره، هجمات مسلحة وانفجارات واغتيال في طرابلس والآتي أعظم. توك أمني حول مديرية أمنية بيوم لم يكون نفق سليم سلام بسلام. تكريم التكريمات وأيقونة على صدر الأيقونة فيروز. بصورة غريبة بتظهر صورة للقديس شربل في مكان لن يخطر على البال. في أفق الفنان فضل شاكر تغيير في مكان الإقامة وطريقة الإقامة. حدث ناري مرتبط بالفلسطينيين على الأراضي اللبنانية بيحرق أمكنة وبيطال وجوه معروفة فلسطينيا ولبنانيا. إدارة حصر التبغ والتنباك محاصرة بمفاجآت سريعة. تتفتح العيون بدهشة مما يحصل في عين المرجسة وامتدادها. كاتم صوت في طريقه لتنفيذ جريمة ضخمة وغامضة يوصل صداها إلى أبعد الأفق. أحد انفجارات لبنان سيعيد نفسه. يستخدم سعد الحريري سياسة الصدمة ليعود كالشيخ سعد الحريري. القرار الزمني لملف المرفأ بيتقلب أكتر من مرة قبل أن يقلب جميع التوقعات. بكده خلصت حلقتنا النهاردة، أتمنى أنها تكون عجبتكم. ولو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وشير.